هذا الفيديو نتكلم به عن الخبز، وهل الخبز يزيد وزن؟ هل الخبز مناسب للرجيم او لا؟ حجاوبكم بهذا الفيديو. اهلا بكم اصدقائي صديقاتي، وياكم ايهاب من قناة ايهاب فتنس. بهاي القناة اساعدكم ان توصلون لاهدافكم ببناء جسم صحي وسليم. اذا اول مرة تتعرفون علي، اول مرة تشوفون قناتي، ارحب بكم. سو سبسكرايب وكتبوا بالتعليقات حتى اتواصل وياكم اني ويتواصل وياكم فريقنا، فريق ايهاب فتنس. من اكثر التعليقات اللي تجيني هي عن الخبز، هل الخبز يسمن؟ هل الخبز مضر؟ هل الخبز صحي؟ انا اقول لكم اياها ببساطه، الخبز اثنين، هل صحي وغير صحي. وبهذا الفيديو حراويكم شلون نقدر نختار الخبز المناسب للدايت والخبز المضر الغير صحي اللي خرب الدايت علينا. سؤال على السريع الى عشاق الخبز، هو تجيتوا على الفيديو لانه تحبون الخبز، يعني انا متاكد ان انا احب الخبز. شنو رايكم اطيب خبز بالوطن العربي؟ الخبز العراقي او الخبز بالمغرب او الخبز اللبناني، او اكو انواع خبز انا ما اعرفها تحبوها، اكتبوا لي اياها بالتعليقات. المشكله بالخبز حقيقه هو مو الخبز، وانما نوع الطحين اللي يستعملوه الخبازين حتى يسوون الخبز. اول شغله لازم نفكر بيها انه ليس هناك نوع طحين نقدر نستعمله حتى نسوي الخبز، هناك انواع عديده، وبنهاية الفيديو أنا حذكر لكم هاي الأنواع اللي تقدرون تستعملوها، عالية بالبروتين، قليلة بالكربوهيدرات، وعالية بالألياف. لكن الخبازين ما يستعملوها أولاً لأن غالية، وثانياً تتطلب مهارة إضافية بالتحضير، لكن النتيجة النهائية ممتازة. المشكلة وين بالخبز اللي بالأسواق اللي إحنا نشتريه؟ خاصة الخبز الأبيض، والخبز الأبيض يستعملون طحين مكرر، يمر بعمليات كثيرة تشيل منه كل الفوائد، تشيل منه الألياف، تشيل منه المعادن، تشيل منه الفيتامينات. فهم أصلا قسم منهم تعرفون شو يسوون؟ يشيلون الفيتامينات الطبيعية الموجودة بيه، يعني بالحبة القمح، حتى يصير طحين أبيض، ويجون يضيفون مكملات، يعني شايفين هيجي. لكن السبب اللي هم هيجي يسوون، اولا حتى الشلف لايف او ايش قد طول العمر مال المنتج يبقى قبل ما يتلف، لما يستعملون الطحين الابيض يطول. الناس يحبون طعم الطحين الابيض اكثر، ملمسه ناعم مو خشن مثل اللي بالياف، فالناء اسهل تسويقه، والناس اللي ما عندها اطلاع صحي يروحون لهذا النوع من الخبز. اضافة المشاكل الكيميائيات اللي يضيفوها والمواد الحافظة، واحيانا اضافات السكر والملح، عندنا مشكلة الجلوتين. بعض الناس اللي هم يشكلون حقيقة اقلية بالعالم، 1% عندهم حساسية من الجلوتين، لكن اكو نسبة اكبر ما عندهم الرجي، عندهم سنسيتيفيتي من الجلوتين اللي هو تحسس، يصير عندهم التهابات بسيطة، عملية الهضم مالهم تتخربط، وهذا كله بسبب نوع الطحين ونوع الخبز اللي احنا نضيفه للدايت. بالمناسبة حتى اسألكم تساعدوني، اذا عندكم وصفات خبز صحية او انتم تفضلون نوع خبز معين صحي اكتبوا لي بالتعليقات. وقبل ما تكتبون لا تنسون لايك إذا يعجبكم هذا الفيديو، وتعليق حلو مثلكم إذا كلش عجبكم هذا الفيديو. الآن نتكلم عن الخيارات الجيدة والصحية اللي ممكن نتبعها من نحصل خبز. نقدر نحصل خبز من ما يسمى sprouted grain. هذه شنو؟ يعني الحبة تكون هستة وهبادية تخضر وتنبت، يأخذوها يسوون الطحين منها. لكن sprouted grain وتكون whole meal، يعني شنو whole meal؟ مع النخالة، تكون مع النخالة، تكون sprouted. لما نتبع نستعمل sprouted grain نسبة الفيتامينات والفوائد اللي بيها حتكون أكثر، لأنه هي دا تستعد
انه تنبت، يعني التكوين مالها يختلف عما تكون يعني دورمنت او ما تكون فاعله. لما تصير سبراوتد يعني كانما احتيت، نقدر نقول لما تصير سبراوت النشويات او مو النشويات عفوا النشا او الستارتشز اللي بيها تبدي تستعمله ونسبته تقل، نسبه الكربوهيدرات بصوره عامه بالسبراوتد جرين تكون اقل بصوره عامه، عدد السعرات بالسبراوتد جرين يكون اقل ونسبه الالياف بيها يكون اكثر من مقارنه بالانواع العاديه. فاذا اخذتوا سبراوتد جرين هول ميل مع النخاله هذا يكون مصدر ممتاز جدا لعمل الخبز. اذا ما لقيتوا او مو متوفر ببلدكم تقدرون تاخذون الطحين العادي لكن يكون كامل هول ميل مع النخاله، ولكن هذا بحد ذاته مو كافي، يعني خاصه اذا رحنا للاسواق ونقرا هول ميل لازم يكون بدون اضافات. شنو الاضافات؟ يعني ما ضايفين له كورن سيرب، ما ضايفين له شيره، ما ضايفين له عسل، ما ضايفين له كميات عاليه من الملح، ما ضايفين له كميات عاليه من السكر. ناخذه كما هو هول ميل كامل مع النخاله، لا تضيفون اي شيء، والف رحمه على والديكم. ايضا اكو طريقه بتحضير الخبز والناس الخبازين او البيكرز يعرفوها اللي هي سور دو. طريقه انه استعمال الخميره، يعني ما يستعملون بيكنج باودر وهاي الشغلات الصناعيه، يتم تعتيق العجينه بحيث هاي العجينه اللي هي يسموها سور دو تستعمل حتى يعني يتم تحضير العجينه اللي يصير منها الخبز دون اضافات. يعني تقدرون تحصلون على السبراوتد مطحون يكون طحين، تبدون تعتقوه بطريقة معينة حتى يصير سور دو، وهي سهلة جدا، يعني نسب مي ونسب طحين تنخبط، تبقى فترة مثلا اسبوع الى اخره، وتبدون كل فترة تضيفوا له طحين وشوية مي تبدي تزيد عندكم الكمية، تاخذون منها تضيفوها مع العجينة. هسه بدي اتعلمكم درس طبخ، يعني انا اعتقد المفروض اسوي قناة اشتراك دروس طبخ. منو يأيدني بهاي الفكرة؟ يلا قولوا لي. هاي الطريقة اثبتت حتى انه الجلوتين بصورة عامة يكون اقل اذا نتبع السوردو بيكن. بدائل الطحين الاخرى اللي مو من القمح اللي هي اصعب بطريقة التحضير واغلى ايضا، خاصة يعني طحين اللوز غالي جدا لكن ممتاز، يعني من تقرون المعلومات البي يعني رهيب، البروتين عالي، النشويات جدا قليلة. عندنا طحين جوز الهند، طحين الكينوا، طحين الحمص مشهور جدا، طحين الرز الأسمر، هاي كلها خيارات ممتازة نقدر نسوي منها الخبز ونبتعد عن المشاكل الغير صحية. هل الخبز يزيد الوزن؟ موضوع زيادة الوزن متعلق بالسعرات الحرارية شباب بنات، لكن الخبز الغير صحي صعب علينا خسارة الوزن، فلازم نكون حذرين بالخيارات اللي نتبعها. حتى لو كان الخبز من خيارات صحية الأفضل ما نستعمله بالليل ويكون توقيته بأيام تمرين قوي أو بالوجبات الغداء أو الفطور أفضل مما العشاء. أتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، هو موضوع حلو عن الخبز وأنتوا حلوين وأحلى من الخبز. أحبكم كلكم، لا تنسون تشوفون الفيديو الجاي ويومكم عسل.